حدثين مهمين عشتهم ابتسام الأسبوع الماضي: تصدر لائحة التوب 3 وسفرة غير شكل على أنطاليا. حضرت حالة وانطلقت. من لحظة وصولها عرفت أنها رح تعيش رفاهية للأيام المقبلة. تستفيد من فرصتها للآخر، كان لابد أنه تريح أعصابها وتتخلص من كل ضغط العمل اللي كانت عم تعيشه بالأكاديمية. فكان بانتظار ابتسام حمام تركي وجلسة مساج هندي على الأصول، راحة وهدوء من دون ستريس. إحساس أكتر من رائع، عالم تاني. وما في أحلى من البحر. لا تنسى ابتسام كل العالم من حولها. الليل كان بانتظار ابتسام عشاء فاخر، ناولت فيه مأكولات شهية كتير. السهرة تركية حتى تحلى الأجواء بإنطاليا. يوم ابتسام الثاني بإنطاليا بدأ مع جولة بالمدينة. ابتسام اكتشفت انه فيها تغرد مثل العصافير. عصفور. وحبت تدوق حلو تركي عصاج. بليز بيركاني بالله. سانجوزاسي. تشكر الدرم. المحطة التالية كانت للاستمتاع بوحدة من اشهر الشلالات بتركيا، شلالات دودان الطبيعية. انسحرت بهالطبيعة الخلابة، بجمال هالمكان الهادي. من بعدها وصلت ابتسام للمدينة القديمة، وكان لها جولة بشوارع وساحات أنطاليا اللي بتحمل بأبنيتها وبيوتها تاريخ تركيا العريق. Thank you. This is Angel. Merci. وما فيها تزور تركيا بلا ما تكتشف أسواقها والبازار التركي القديم، وكمان الزيارة لمرفق المدينة الشهير. ابتسام قامت بجولة بحرية وتمتعت من خلالها بسحر هالمدينة، بجمال بحرها وشواطئها. واو. جو في أنطاليا واعر واعر واعر، وأنا فرحانة. ومع جمال هالمناظر التركية الرائعة حلمت ابتسام وسافرت بخيالها لبعيد، وتركت بذاكرتها صور ومشاهد رح تعطيها دافع كبير لتحلم أكتر وتسافر لبعيد بأحلامها.